بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعين الكرام في كل مكان، شكرا لكافة الزملاء سفاح الشمري وسالم بن سعيد بن حضيرم وباقي الزملاء الذين سوف يتواصلون بإذن الله تعالى بالوصف والتعليق في الأشواط القادمة. ينطلق هذا الشوط على بركة الله وتوفيقه، ثالث أشواطنا في الفترة الصباحية والمخصصة للإبكار الحقائق. هنالك سيارة رصدت من ضمن السيارات المرصودة في ختامي المرموم 2016، ما هي إلا لحظات ونكشف التفاصيل للعشر المراكز الأولى المتقدمة والمتواصلة والباحثة عن النواميس وعن الأرقام العشر الفائزة في هذا الختامي الجميل، ختامي المرموم دائما ما يكون مغاير عن كل الختاميات. ما هي إلا لحظات ونقترب من مقدمة الشوط لنتعرف على الصدارة مباشرة، من تقود هذه المعركة في هذه اللحظات. المركز الأول، التقدم والانطلاق من الذاير حسن بن عبد الله بن غليطه الغفلي يتقدم مع المركز الأول، يتقدم شعار بن غليطه مع مقدمة الشوط. ولكن هنالك أيضا المغيرة والمنطلقة على المركز الأول اللي هي الذيبة لعيد بن عبد الله بن عيد المنصوري، يتقدم طيار الوثبة مع المركز الأول. المركز الثالث، انتباه مع المركز الثالث، عبد الله بن عبيد بن سالم الظاهري مع ثالث المراكز. رابع المراكز صعايب وخميس بن عبد الله بن خميس المرر يأتي مع المركز الرابع. المركز الخامس، وطن وغانم بن عبيد المنصوري بن طماش يأتي مع المركز الخامس. والسادس المراكز، احتكار ناصر بن علي بن سرود الخيالي مع المركز السادس. المركز السابع، التقدم والانطلاق من شعار بن بيشان يتقدم في هذه اللحظات، وايضا انضمام من الشادن حمد بن محمد بن هويمل العامري. والمركز التاسع، هنالك مخلف ناجي بن مسفر الرزق العجمي، وعاشرا غار لفهيد بن حسين بن فهيد اليامي. هكذا متابعينا الكرام، نداونا للعشر المراكز الأولى العودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى طيار الوثبة اللي ما زال واثب الخطى في الأمتار الأخيرة. طاير طيار الوثبة، طاير من أجل الفوز، من أجل السيارة، مقدم لنا الذيبة. ولكن اللي وصلت، اللي تقدمت للشادن، غيرت مع المركز الأول. يقدم لنا الشادن حمد بن محمد بن هويمل العامري مع المركز الأول. روح يا بن هويمل، السيارة بالانتظار. وأيضا هنالك القادمة، هنالك احتكار ناصر بن علي بن سرود الخيالي، وعادة الذيب وطيار الوثبة عاد من جديد، عاد من جديد، عاد مع الذيبة، انطلق مع الذيبة. الله، طارت طيارة الوثبة، طيارة الوثبة طارت مع الذيبة وعاد من جديد عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري. ولكن القادمة غزلان، علي بن محمد بن نوبي العامري، بن نوبي وطيار الوثبة. ولكن بالبحري، 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 هنا في عمق النواميس ينتزع الناموس في الأمتار الأخيرة مع غزلان علي بن محمد بالبحري بن نوبي العامري. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني، الذيبة عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري. المركز الثالث،
احتكار ناصر بن علي بن سرود الخيالي، ورابع المراكز الشادن حمد بن محمد بن هويمل العامري، وخامسا مخلفة لناجي بن مسفر العجمي. اذا متابعينا الكرام في الامتار الاخيرة بالبحري، مالك غزلان علي بن محمد بالبحري بن نوبي العامري منتزع السيارة بتوقيت زمني مقداره 5:57.3 من الثانية. الذيبة احتلت المركز الثاني ب5:57، 5 من الثانية. تهانينا لعيد بن عبد الله بن عيد المنصوري. وثالث المراكز 5:59.6 من الثانية، توقيت احتكار. تهانينا لناصر بن علي بن سرود الخيالي على هذا الفوز.